مباركة وفي رحاب بيت الله وبحضور أهل الله طلبة القرآن العظيم قراء القرآن العظيم حفظة أهل الله تبارك وتعالى المصطفون في هذه الليلة المباركة وبحضور هؤلاء الفضلاء أقيم حفل قرآني ترحما على مولانا الحسن الثاني رحمه الله قرأت ختمات وسلك من القرآن العظيم ومهدية ثوابها لروحه الطاهرة. وهذا سيرا على نهجي الذي النهج الذي كان قد ألفه رحمه الله عندما كان يترحم على والده في اليوم العاشر من رمضان ويقيم لذلك مآدب قرآنية ويبذل في سبيل ذلك النفقات الكثيرة. فوفاء بوفاء سيدنا المنصور بالله ها هو ذا يسير على سنن أسلافه
ويبقي هذا الحبل موصولا في الاحتفاء والترحم بسلفه لأجل الوفاء، لأجل اللهج بالثناء. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف: من اسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. فإذا نحن غاية ما نقدمه في مقابل ما أسداه إلينا هو أن ندعو له وأن نهدي له ما بوسعنا من القرآن العظيم، وأن يجعل الله تبارك وتعالى ذلك كله في ميزان حسناته. وهذا الأمر كله الحمد لله فيه تخليد وذكر طيب له، لأنه قد حرص على خدمة شعبه بل خدمة البشرية كلها، والناس أكيس من أن يمدحوا رجلا من غير أن يجدوا آثار إحسانه. الكل يعرف ويقدر لمولانا الحسن الثاني رحمه الله ما أيديه البيضاء التي قدمها ونصائحه القيمة التي كان يسديها للجميع. وهذا الأمر، هذا الثناء العطير والذكر الطيب، وفي الحقيقة رأس مال كل واحد منا في حياته. سيدنا إبراهيم كما أشرت قبل قليل في الدرس، سيدنا إبراهيم دعا ربه أن يجعل له لسان صدق في الآخرين، وهو هذا الثناء الحسن الذي يذكر ويخلد به الإنسان. وهذا الذكر الطيب لن يخلد به الإنسان إلا إذا كان فعلا مخلصا في عمله وخلف من ورائه منجزات وأعمالا حسنة يذكر بها. وهذا الأمر الحمد لله هو الآن لازال ساريا في خلفه البار مولانا محمد السادس، الذي الحمد لله في خدمة شعبه وتقديم الخير والمبرات والمكرمات له ويجهد نفسه في سبيل ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى له طول العمر والعافية التامة حتى يحقق لشعبه ما يصبو إليه من الرقي والازدهار. والسلام عليكم ورحمة الله.